أهلا بكم من جديد. أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان عن بدء إجراءات تسجيل عقار علاج فيروس سي الجديد الخميس المقبل، وذلك عقب عرضه على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، حيث تم استيفاء كافة متطلبات تسجيل العقار الجديد. جاء ذلك في تصريحات له اليوم خلال اجتماعه باللجنة القومية للفيروسات الكبدية والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة وممثلي الشركة المنتجة للعقار الجديد. من جانبه أكد ممثل الشركة المنتجة للعقار أن الشركة تتعهد بوصول العقار مصر في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.